يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة في سيزن جديد من برنامجكم الفني النقدي كشف حساب. اليوم شوية تعبانة وعكة صحية، بس مع ذلك العيون المشاهدين نطلع، حتى لو تعبانين، حتى لو جايين من المستشفى، حتى لو شنو. احنا تعلمنا من زمان، من 24 سنة وانا في مجال الإعلام تعلمت ان لو بتموت تخلص واجبك الإعلامي بعدين موت. إذا لك إذا لنا موت أكيد، إذا ما راح تموت أكيد راح تتعالج والأمور تمشي. الحلقة الجاية أحب أول شيء، إيش رأيكم في نيولوك مالي؟ ذبحتوني، غير اللون غير اللون غير اللون، غيرنا. اليوم اللوك من كشف حساب، الشعر من صالون مريم سبهان، هي اللي أقنعتني باللون بصعوبة، بس عشان الشتاء جاي وايامه دافئه ان شاء الله واي شيء نكسر اللون. وانا كنت اقول في السوشيال ميديا، كنت اقول انا وزني نزل، صرت 58. الصج 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 انه وزني اليوم 54 كيلو. وضحكت انا على بعض المجلات التشيب، هم عارفين نفسهم، ومنهم هذا اكيد المجلات التشيب، إنه لما ينزل خبر في مجلة لها، المفروض إن هي مجلة قديمة ولها باعها ولها مصداقيتها، تنزل وتقول لك مي العيدان بعد التكميم. ليش يا حياتي أعمل ليش تكميم؟ وثاني شيء أنا ليش أحط، ليش أسوي التكميم؟ ما عندي إرادة؟ لما يقولوا لي أنت رحتي، أنا رحت إيران سويت عمليات ترتيب بس، ايش حق انا اسوي؟ وطلعت انا مره في السناب وقلت، قلت انا اللي نحفتني، بس هم يبي له اراده وقوه واحتمال. انا صار لي 9 اشهر قاعد انزل وزني، يعني من وزن شيء و70 كيلو اليوم 54 كيلو، يصير احسن مني. لا حد يقول لي والله ما يشون، قلت انا، قلت انا ضعفتني ابره السكسنده، وتعبت وانا اقول ان هي تنزل ولها جرعات، ولكن ما تقدرون تاخذونها، لازم تروحون عند الدكتور وتروحون تقول اسوي فحوصات الغده الدرقيه، لان اثنين مو لازم ياخذونها. اولا اللي عنده تاريخ بعائلته بمرض الكانسر ما ينصح انه يستخدم، لانه ممكن يحفز. ثانيا حق الناس اللي عندهم غده درقيه، تدري غده درقيه ويدش عليك السكسنده والامور طيبه، ينضرب لك البنكرياس، اللي انضرب البنكرياس يلا رجع مع حياتك. انا هذا اللي سويته، شوي شوي وجبات رياضه، وجبات دايت، دنيا حياه حلوه، كل شفت توصلون للنتيجه، بس صيروا احسن مني. وموجودة هذه الإبرة تنباع في كل الصيدلة، وما راح أقول هي في أي صيدلية، لأنها موجودة في كل الصيدليات، والسالفة مو إعلان. أنا واحدة إذا أسوي شيء وأشوف من وراه فايدة أنصح كل الناس، ما عندي الأنانية التملك. ولو مسوي تكميم أقول مسوي، بس أنا التكميم ما ينفع لي، وش حق أسوي تكميم؟ ما عندي إرادة. أنا الحمد لله طول عمري في حياتي صاحبة إرادة. أنا طلعت من حلج الموت ب 2011 بعد 3 اشهر بالعناية المركزة، ضقت الويل، 4 اشخاص ماتوا حوالي وأنا في العناية المركزة في 2011. الإرادة، الإرادة. مدام احنا قاعد تحكي عن عناية مركزة وأيام جدا حزينة عدت علينا، عساها تنذكر وما تنعاد. أيام اللي عدت على الإعلامية الكبيرة الأستاذة فجر السعيد أم عثمان، في يمكن مشاعر أنا ما، يعني أنا أدري من زمان أن أنا أعرف أن أنا أحب أم عثمان، لأن أنا مؤمنة في شغلة. أم عثمان فجر السعيد قدمت لي أشياء، أنا يمكن تكلمت مليون مرة، قلت أنا يمكن أهلي بالعشر سنوات الأخيرة ما
ما سووا لي ربع اللي سوت لي ام عثمان. الاحتواء، الكلمة الطيبة، الفزعة، الظهر. أنا أدري إن أنا أحبها، بس مرات لما يكون في شخص بحياتك لما تي يتعرض لخطر هني تعرف إيش كثر المساحة. إحنا ندري إن هي كانت تبغى يبوبة في مستشفى مبارك، وما نبي نتحكي بالتسلسل. الحمد لله الله قدر ولطف ورفع إن شاء الله ويتمم شفائه عليك يا أم عثمان، لأنك قلبك نظيف، لأن فزعتك فزعة مليار رجال عن قبيلة. سويتي وايد أشياء. في كلمة بس أنا شفتها حسيت فيها، سمعتها من سنين، كانت تقولها شيماء علي، حسيتها وين؟ حسيتها يوم العناية المركزة. قالت لي مرة شيماء علي، لأن هي أكيد علاقتها كانت مع أم عثمان سيدة فجر سعيد على مدى سنوات أيام الإنتاج الدرامي والمسرحي. قالت لي مي، إحنا في حياتنا تربينا تربيتين، تربينا في بيوتنا وتربينا عند فجر السعيد. قالت ما تحب مثلا أنا أكون زعلانة من محمود محاكي، لا 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 أنت أخوان. عشان نظافة هالقلب، هالسريرة، هالإيد الطيبة اللي ما نقدر نتكلم لنا شيء باللي هي سوتها حق ناس كثيرة، لأنه شيء خاص فيها. كنا نبغى نقعد بالساعات، ترى مو عايشين نسولف، ناطرين كلمة، كلمة طيبة، إن في بارقة أمل راح توعى، راح تصير أحسن، راح نسمع حسها. أنا ما أدري، سبحان الله، قبل ما يطلع خبر إن دشت مستشفى مبارك، قبلها بيومين هاي تشهد عليه فاطمة الناصر مديرتنا في سكوب. كلمتها تليفون فاطمة، قلت لها فاطمة أم عثمان في الكويت ولا برا؟ تقول لي ليش؟ قلت لها أنا أدري هي وايد تحب السناب، صار لي يومين أو ثلاثة قاعد سناب ماكو، بس أدعية في شيء ما حد. ليه ما صارت كلنا عرفنا أن تم دخولها إلى مستشفى مبارك. أحلام اللي سويته كان كبير. أنا شفتها لما رحت مستشفى مبارك، هي ما شافتني أحلام، بس أنا شفتها. صاحبك الحقيقي اللي يوقف معاك بأزمتك، مو بالوناسة والسفر والروح، لا، صاحبك اللي معاك بالأزمة بالدمعة. ما أقدر أقول إلا الله يرد إن شاء الله خير بعيالك يا أحلام، سويتيه كثير، بس أم عثمان تستاهل وأنتوا تستاهلون بعض. الله يسعدكم ويبعد عنكم عيال الحرام. عيال الحرام شفناهم، اللي يعني أنا دائما أقول، تدرون أنا عندي شغلة في حياتي، تدرون أنا المفتاح مالي شخصيتي هذه اللي زعج الناس، تدري شيء واحد مفتاحي؟ يعني شوف أنا قاعد أعطيكم إياه من كثر ما هو سهل. أنا يكسر عيني الطيب، انكسر مهما كنت عصبية، مهما كان لساني طويل، مهما طيب طيب، لو ذابح أهلي تفداك لرقبه. كذي أنا اللي ربتني، أمي ربتني على هالطريقة. شفت ناس حطوا بوست وشالوه،
الحمد لله احسن ناس واكبر ناس واقيم ناس دعوا لها، كانوا يسألون عنها من كل المستويات، بس احنا ما نقدر نتكلم. يعني احنا انا مرات ما عندي معلومه، سوي سيرج على تويتر على ما شنو، انه شوف في اشياء جديده، خصوصا بعد ما راحت باريس وهي المرحله اللي هي فيها الحين، مرحله الاستشفاء شويه راح تكون متعبه، لان اكيد الجسم في مرحله. انا ابوي دكتور، عمامي دكاتره، وانا عشت هذه التجربه. انا قعدت 3 أشهر بالعنايه المركزه في 2011، فالعضلات مالت الجسم تكون شويه رخت، ما في توازن بالجسم، ياخذ شويه شوي شوي بالعلاج الطبيعي. تين الكويت نورينها، فاقدينك. مرات تسافرين، تروحين مصر، تسافرين تروحين اوروبا، بس مدام انت سعيده احنا مستانسين. بس لما تكونين بعيده وبخطر وايد، مكانك كبير، ما حد يعوضه، ما حد يسده، ولا حتى ساعه ولا ثانيه. الله يقومك يا رب بالسلامه السيده فجر السعيد ام عثمان، ويردش لنا سالمه ونكحل عيننا برؤياك يا رب. ماشي ماشي، نفتح الحين اشياء شويه حلوه. من الاشياء الحلوه طبعا المزه دانا طويرش، الله انعم عليها باول بنوته سمتها ديم. والله ذبحتنا يا يهني، قعدت بسميها عذبه، قبل الولاده بشهر بسميها دلال، بعد ما ولدتها ديم. انا خفت ان ما تروح تسجلها بتسجلها عبد الجبار، كل شويه باسم. بس اعتقد هذا من احلى الاشياء، اللقطات هذه في 2019 دندش. حلو الانسان، الله يعطي كل محروم يا رب ويسعده ويبارك لها ويرزقها ويرزقها برها، وتيب لها عيال، تيب لها شباب، تيب لها بنات. يلا هذا أول إنتاج كويتي عراقي، يلا عسى بس ما يتهاوشون في البيت. شوف شنو بياخذ منك، شنو بتاخذ من عبد العزيز الزيد. الله يسعدك دانا. دانا أنا أحبها وايد، أحب فيها خفة دمها، أحب فيها ما تقدر تزعل أحد، ما تحب تزعل أحد دانا. أنا كنت متابعة معاها، ها يا مرام ما أنت ناوية تولدين؟ خلصينا. أتفاجئ في كومنت صراحة أزعجني، هو الكومنت مال ماما سميرة، كتبت لي اياه على العام في بوست تحت، هذا هو البوست تحت بوست دانا طويرش في حساب دانا طويرش. كاتبت لي، انا ما عجبني صراحه، حاولت اطوفه وايد التعليق لكن ما يتطوف صراحه. ماما سميره او ام بيان، ام بيان وبدر، انزين كاتبت لي تعليق ماما سميرة، انت يا مي احنا دايما نذكرك في مناسباتك حتى ما كلفتي نفسك. لحظة عشان انا ما على سلامة دانا. اوكي زين، انا اولا متابعة مع دانا لان دانا هي الحامل، واعتقد ان انا هنيتكم لما تزوجت، وكان المفروض هي تسوي عرس في بيروت لكن البنيه حملت، فمو حلو العرس في بيروت وهي حامل يعني. انزين ليش ما سالتي دانا؟
أنا زعلت ماما سميرة لأن أنا انضرت على إنك إنسانة راقية، الكومنت ما في رقي، في معاير. أوكي، كانت تقدرين تسألين بنتك وراح كانت راح ترد عليك وتقولك لا، كانت تسأل وتدري وورتني ودزت لي صورة ديم كاملة، بس أنا ما يحق لي أنشر. أنا علاقتي مع دانا علاقة شخصية أكثر من سالفة واحدة مشهورة أو فاشينيستا أو عندها متابعين أو هذا. أنا علاقتي أنا أنظر لها إن أختي الصغيرة، أنا أكبر من دانا يا ب 11 أو 12 سنة أو 13 مش مشكلة. وإذا وثاني شيء ماما سميرة تبدي لما تكتبين على العام بهالطريقة، كل متابعين دانا شافوا. إنزين، أولا التمس لأخيك 70 عذرا. ثاني شيء هذا جهاز، أنا عندي جهاز ضرب المذر بورد ماله، راح كل اللي عليه، وفي أرقام راحت. دانا لقيت رقمها لأن تتواصل تدز. أنت أنا ما دريت من رمضان ما يعني منش مسج، لا يعني الناس تتواصل. وإذا السالفة فيها من ماما سميرة أو أم بدر، أنا بحاكي عالية مديرة أعمال دانا تعدي علي البيت وتاخذ القفت اللي جابتها دانا. أنا ما حيتمنن علي، أنا الناس كلها على راسي، بس أنا لما أحس إن التصرف ما يناسبني أنا أخذ قرار، ما أخذ الطرف الثاني قرار. أنا لو دازت لي مسج كنت رديت عليك، لكن اللي معاير بهالطريقة أعتقد ما حبيته نهائيا نهائيا. الله يهدي. نطلع فاصل ونرجع. أنا ما أدري ليش لما أشوف عبد الإمام عبد الله يمثل مع شيماء علي على طول أتذكر مسلسل الحريم لما ضبطها وأخذها بزياب السيارة وإلا بيوريها الشاليه. قلت ليش معنى أنت اللي بيوريك الشاليه يعني درب في الحريم؟ كان عجيبة، كانت متألقة شيماء علي. لما تحكي عن شيماء علي خلني أتذكر أكيد في فنان فقدناه قبل 40 يوم، فنان عربي من عيار ثقيل مبدع ترك بصمة من البداية داخل كممثل، كان ثقيل، اشتغل مع ثلاث أرباع فنانين مصر، ممكن نختلف معاه في بعض الأدوار وممكن نلاقي في عنده جرأة في بعض الأدوار، لكن الفنان إذا تبي تعرف شنو الفكر ماله تشوفه لما ينتج. هو طبعا الفنان الكبير الله يرحمه فاروق الفيشاوي. فاروق الفيشاوي فنان ثقيل، كنت استمتع في لقاءاته بالذات الأخيرة. عنده لقاء عجيب مع منى الشاذلي الإعلامية المصرية الجميلة قبل عدة سنوات، لما سألته قالت له أنت، هو تزوج ثلاث مرات أو أربع مرات أعتقد، هو مو ثلاثة، قالت له أنت ما راح تتجوز ثاني؟ قال لا أنا خلاص بطلت أأذي غيري. كان سنجل، لما مات ما تزوج، لكن عنده علاقة قوية مع أم ولاده يعني اللي هي سمية الألفي. سمية الألفي الناس طالعتها كأنها إنسانة بلا كرامة لما طلعت في برنامج فحص شامل مع راغدة شلهوب وتحكت عن خياناته وقالت أنا أدري بس أنا ما أروح. وكان يقولوا لصديقاتي روحي في شيء وما شنو، وأنا أقول لا أنا ما أحمل فاروق مشهد أو موقف كذي ما أقدرش.
على فكرة في كثير هنا في الكويت وفي دول أخرى يأخذون مبدأ سمية الألفي. أنت عندك شريك هذا عيب الشرعي، هو عينه زايغة الله يرحمه الصراحة. أنا حضرت له هني مؤتمر في 2010 يا بور راي، أساس كان عنده مسلسل مع الفنان الكبير حسين فهمي، وكانت جايه وياه حتى طليقته وياه جايه طليقة حسين فهمي لقاء السويدان. أتذكر والله كان يتبادل الابتسامات مع إحدى الفنانات الكويتيات، بس المشكلة الممثلة كان قاعد يتبسم لها فاروق الفشاوي ثقيلة، هو حاط عينه عليها وهي حاط عينها على حسين فهمي، عجبني. فحتى قالت لي واحدة من الفنانات من غير الذكر الاسم كويتية، فقالت لي مي تتوقعين أنا بعد ساعة أقدر أروح طاولة حسين فهمي وأصور معه؟ قلت له أنا ماني متأكدة أن أنت بعد ساعة تقدرين تصورين مع حسين فهمي، بس أنا أتوقع أن بعد ربع ساعة فاروق الفشاوي حيقعد عندنا. ضحكت يعني لأن مبينة الابتسامات والما أدري شنو، والله كان يعني يستمتع بحياته، هو راح عند الباري عز وجل وإن شاء الله هو مسوي وايد أشياء زينة. أنا شفته وايد في لقاءات، حتى لما صارت معركة ولده أحمد الفشاوي مع الفنان المرحوم محمود الجندي، محمود الجندي تكلم من مبدأ عشم، إنه هو كان ينظر إلى أحمد الفشاوي على إنه ابنه وليس زوج، ولا مو ابن صديق وصديقة. وشفت اللقاء، قال محمود الجندي قال أنا لي في أحمد الفشاوي أكثر من فاروق ومن سمية الألفي بالعشم. الزوبعة اللي صارت حق أحمد الفشاوي جراء هذه الكلمة، الرجل قاعد يتحجى من مبدأ ديني. التاتو يا جماعة، التاتو اللي من الجسم كله صاير كنا خريطة، شنوها؟ لو مستانس أنا حموت فيهم. زين تموت فيهم على شنو؟ زين موت، بس تدري الغسيل عليك ما راح يكون بشكل سليم. الدنيا يعني، وأنا يعجبني فاروق الفشاوي شيء، إنه أوكي طلق سمية الألفي وهي تزوجت من آخرين منهم مخرجين، وأنت تزوجت وحافظت على علاقتهم. يعني أنا ما شفت وحدة تطلع في لقاء تقول حق طليقها، تقول أنا لو يرجع فيني الزمن وأرجع على ذمة فاروق ما راح أطلب من الطلاق. يقول هو مشكلته أنه ما له مسكة. إيه يعني رجل دون جوان، وهو كان شكله غريب يعني في ذاك الزمن، يعني الشكل الجان الأجنبي مو الجان العربي، يعني شكله مو نفس أحمد زكي، مو نفس عادل إمام. عادل إمام شكله مصري صميم، سعيد صالح ما أنت، هو ملامحه أبيض أشقر وأنيق، ومن يومك الشيخ، من يومك الشيخ. وبس هو عنده مشكلة كان، وما جرح سمية لما سمع الكلام هذا، إنه قال بكلام طيب. لما قالت أنا لو ينعاد فيني الزمن ما أطلق من فاروق، خله يروح يسوي ما بداله. منو يجيب لي أحد في الدنيا ياخذ طليقته ويصرف عليها ملايين الجنيهات بمرضها الصعب نفس ما هو سوى مع سمية الألفي؟
وقالوا قالت فحص شامل، قالت انت قال منو اللي اعتنى فيك يعني، سالتها راغده شلهوب، تقول فاروق، فاروق خدني شلني علقني لو هني ورب الكعبه خيت ولي خلي اللي تزوجتهم بعدي خلي تروح ما يلا يصرفون عليه، خليهم الحين يركضون لها بعلاج للخارج. انا غير ان انا معجبه فيك فنان، اخلاقيات اخلاقيات، تعرض لعده ازمات ماديه، كان يروح لما وصل لفريد شوقي الله يرحمه الفنان الكبير العظيم، لما قام ما يقدر يقوم من الفراش فريد شوقي كان يروح لفاروق وانشأ شركة فنية ونفس اي شركة، وكان عنده عقارات ودنيا وعجبني انه هو انعرض عليه، انعرض عليه علاج من الدولة من مصر انه يودونه يعالجونه من الكانسر فاروق الفيشاوي قبل، قال لا انا ماني، انا مقتدر، مين يسويها؟ قال انا مقتدر، خلي الدور اللي انا باخذه بالعلاج ياخذه اي واحد محتاجه. الاخلاقيات يعني انا من كل اللقاءات اللي انا شفتها استشفيت رؤيه ان فاروق الفيشاوي ما يعرف يسوي له خصم في هذه الدنيا. فنان رحل مبكرا خساره، وشيء في شيء مؤلم، يا ريت تخف السالفه هذه في مصر، يعني الفنانين لما ينصب لهم عزاء لزوج او زوجه او يعني قريب او بعيد، يا جماعه هذول الفنانين جايين يسوون واجب عزاء، مو جايين يصورون سيلفي مع المواطنين. والمشكله اذا احد رفض يقول لك مغرور شايف نفسه، عزاء عزاء عزاء، تفهم شنو عزاء؟ يعني انا مثلا عندي ام اب متوفي، انت تيجي تصور وياي، اي ما شو تصور فيها؟ اهلي ميتين، انت فنان ملك الجمهور مش بالعزة. يعني انا وايد اكبر في عادل امام، ويطلع بعد فتره اختلف مع عادل امام فتره ورجعوا واشتغلوا، واخر عمل بينهم كان الحلقه الاخيره من عوالم خفيه. زعل منه عادل امام لان عادل قال في تصريح طالع يعني بص على اعمالي راح تشوف تاريخ مصر، زعل قال انا تاريخ مصر اكبر من اكبر اي فنان، مو بس عادل امام، ما في فنان طالع العمل ماله واحس ان هذا تاريخ مصر. مصر عظيمة دولة، وأنا والله أحب مصر، فيني عرج مصري فخورة فيه. نفس ما دانا اليوم هي عراقية تزوجت كويتي ويابت لنا المزة ديم، أنا أفخر إن أنا أفخر إن أنا بنت مصرية. صدق كويتية والكل على راسي، بس أنا أفخر الدولة اللي ذكرت 4 مرات في القرآن، دولة حضارة. شنو فقارة؟ مو عيب. سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عاش فقير ومات فقير، وفي دعاء ينقال يا الله حيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني بزمرة المساكين.
الله يرحم فاروق الفيشاوي، فنان كبير لا يعوض. أنا ما سويت الانترفيو، بس كنت حافظته، كنت معجبة في عقليته. ترى هو نادي الجندي في شخصيات، أنا دائما أعتبر نبيلة عبيد هي أغبى ممثلة في مصر، ما عرفت تحافظ، وعقليتها بالاختيارات الفنية سيئة. إلى أمسة اليوم كلكم بارس، ما تتواجد إلا على يا معود أبو فهيتة، صار نشاطها أكثر. يلا واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. زين خلصنا من فاروق الفيشاوي، الحين بنتحكي عن إعلان نزله الفنان بدر الشعيبي. أنا أمانة بدر الشعيبي قاعد أشوف شغلة، إنه مع توقيعه لي شركة بالمخبة قاعد ياخذونه بمكان. هو سوى إعلان عن ساندويتش في شركة ماكدونالدز، مو محتاج منه دعاية. زين ظن نفسه تامر حسني. زين ليش التعليقات السلبية؟ يعني والله لا اي، واللي يكتب لي صالحته يعني اوكي، بس السؤال تهاوشنا مو عيب عليك؟ زين تصالحنا الله الدنيا، اذا ايش تبون نفسي اعرف. انت تتعبون لما تشوفون احد صالح؟ لازم كلنا من المهدي الى اللحد هوشه. انا غلط وهم غلطوا واحنا اعتذرنا لبعض والحياه مشت حلوه وسعيده، وترى بدر شعيب راح يكون ضيفي في كشف حساب، وانا هذول اعتبرهم حتى لو صار خلاف حتى انا اعتبرهم عيالي، اعتبرهم اخواني الصغار. الاعلام الكويتي لازم يدفع، ما دخله سالفه انه سعودي وما شنو، عادي. مصر منو صنع السينما عندها؟ عراقي على مصري على منتجة لبنانية على فنان سوري، الأمور كذي مشي. فأمانة الإعلان وايد حلو والله، قاعد تسوي حق ماكدونالدز. بس إيش سوى غانم الصالح؟ سوى حق هارديز، ما مسكت بغانم. عمر الشريف سوى حق سيراميك، هو ويسرى. مو غلط الإعلان إذا متسوي بشكل صح حلو. وشنو حكاية إنه الله يعني بتصير تامر يبا ليش ما يكون أحسن من تامر حسني؟ ليش تامر حسني هو الوحيد اللي يقدم إعلان ويرقص فيه ويغني؟ هو المغني الوحيد بين الشباب في كرة أرضية؟ مجموعة من الشباب، عبد العزيز لويس على حمد القطان على بدر شعيبي على مجموعة، عبد السلام محمد، وايد شباب إذا أخطأوا نصوب لهم لصالحهم، مو صالحي ولا اسم من الاسم. ف مجموعة من الشباب قاعد يكونون لون غنائي صوت حلو من أحلى ما يمكن، مقدم شيء تصويره حلو دنيته حلوة. قولوا له كلمة طيب الخاطر. إلى جانب إن أنا رحت مسرحيتهم وكندا، بدر مخرج رائع وقادر إنه يحرك الفريق اللي معاه، وفي ألفة مو طبيعية بينه وبين عيال عباس وأحمد العوضي و و و يعني روان مهدي، في 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 تيم. مع أنا حبيت الفصل الأول أكثر من الثاني،
الثاني شوي حسيته مو مرتب كثر الاولاني، بس العمل جبار. بس لازم ينتبه لشغله بدر. بدر انت بعدك صغير، لك العمر قدامك، لازم تخفف وزنك شوي شوي توصل حق كل شيء. جيت لك فتره كنت فتنس من افضل، ادري ان المشاكل النفسيه، مرات السهر، العمل لساعات متاخره يخلي الانسان ياكل وجبات سعرات حراريه، بس انت فنان، لما تطلع بالتلفزيون شكلك جزء لا يتجزأ من موهبتك، من اختيارك، من اخراجك، من اختيار العوامل اللي معاك، السينوغرافيا، كل شيء كله. يعني يواش يواش قاعد يروح مكان وايد زين، الله يوفقه، نشوف اعلان ماكدونالدز ونرجع معك كشف حساب. والله نوقف دايت ونجربه، مش ورانا. المهم ان انا اظل حافظ على وزني، اقول دائما متفوقه على نايف شاهر. انزين، تحكي عن عفاف الغشاوي، والحين تحكي عن احمد الفيشاوي وبنته. هي ما ادري ليش البنت مو راضيه تقتنع انه هو اساسا ما يبيها كبنته. الأبو مو اسم ينكتب في بطاقة. حب الأم البنت مع أبوها علاقة تنبني. هو من كان من كانت في بطن أمه ما يبيها. هو أكبر دليل مبين واضح إنه هو ما عنده حمل المسؤولية أحمد الفيشاوي. يعني هو طلع في سمر مرة أنا وأنا واعترف إنه هو جرب نوعيات تعاطي مخدرات انواع كثيره لكن ما وصل للهروين، ان شاء الله توصل ان شاء الله. ف هو كل زواجاته مو قاعد يجيب عيال، ومستغرب ان زوجته الحاليه عندها زواجه، عندها زواجه سابقه وعندها بنات او اولاد من زوجها الاولاني. شوف قاعد يعاملهم بطريقه وايد احسن من بنته. يعني انت نجم في السينما وما تحب تشتغل تلفزيون عشان لا تحرق نفسك، اوكي اوكي اوكي، مع انت بداياتك كانت كناريا، شركاء، العمه نور، افشل مسلسل في تاريخ حياه نبيل عبيد، وجه القمر مع فاتن حمامه. ما احس ان عندك ازمات ماليه لانت ترفض ان انت تسدد مبلغ حق دراسه بنتك. انزين الى متى؟ يعني شوف ماشي، فاروق الفيشاوي رغم كل شيء ناس عف دون جوانش، يعني نساء من الفنانات او غير الفنانات يعشق طلته وخفه دمه وحضوره ومشهور فلوس ما شفت عنده مشكلة طلعت. تزوج سمية الألفي وطلق ما في مشاكل، تزوج سهير الرمزي وطلع ما في مشاكل، والثالثة ذكر تزوجها كان كنا يا مهندسة هي تشتغل في بنك، بس ما شاء الله بختارهم مزز. ف ما عنده مشاكل شخصية قاعد تطلع، أكثرها مشاكل مادية مالت أشياء مقاولات، هو فاتح شركة ما أدري ليش. يعني أنت بتقنعنا مثلا مبلغ هذا ما أدري كم ألف دولار أنت مو قادر تدفعه حق بنتك؟ أنت اليوم تاخذ أجرك بالملايين. أسوأ شيء يعدي على الفنان إن مشاكله الشخصية تكون في السوشيال ميديا والجرايد، والولية اللي اسمها نضال الأحمدية،
فاضية. واو أموت عليها. نضال؟ الله لا يحرمني منها. هي عجبتني في شغلة، هي مسويت لي جو وايد حلو في لبنان. يعني أنا ممكن ما يعرفوني وايد كانوا في لبنان إلا الناس اللي اشتغلت معاهم. واو واو يخزي العين، ما في عدد حق نزنز الأحمدية، ما في اسمي. أوه أزعل لما أشوف عدد مو جايب طاري، عادي حتى لو بالسلب. أنت منستني، أنت مسويت لي دعاية وإعلان، أنت دعمتي وايد أشياء حياتي، الله لا يحرمني منك. I like it. فهذه الناس اللي ما عندها سالفة اللي يوم تتحكى، يلا الحين تتحكى عن أحمد الفشاوي، الحين ماسكة موضوع أنجلة بشارة طريقة وائل كفوري، إن شاء الله راح نستضيفها في المرحلة الجاية. أنا المشكلة إن صار الاتصال وهذا، بس أنا كنت وايد نفسيا سيئة، حتى أنا كنت أنزل بوستات على الإنستغرام كانت قليلة الفترة اللي طافت، حوالي شهر مو أو 15 يوم أو 3 أسابيع، كانت الأمور عندي مو نفسيا مو حلوة. أنزل بس مقاطع من برنامجي فقط ومبتعدة عن السوشيال ميديا تماما. ف ما أدري ليش هو لهذه اللحظة إنه يعاملها باضطهاد، إنه يعني هو ساعة حاطاته أنا حموت فيهم، لا أنا أبي بنتي أربيها طقوس شرقية عربية فأبي أتربى في مصر، نفسي أعرف شنو تاخذ بالضبط. كل شيء مو ماشي مع الثاني. أسوأ شيء يضر الفنان مشاكله الشخصية، تطلع وين؟ تطلع قدام الملأ باللقاءات. قالها هذه مرة أنا في أحد اللقاءات أحمد جوهر، قالها قال أنا في خلاف بيني وبينكم، لازم كل الناس تعرفه. أوكي كلام صحيح، بس أنت ما شاء الله أحمد جوهر، يعني أنت سويت مشاكل مع غافل وتكلمت، ومع العقل وتكلمت، ومع حياة الفهد في الوطن. والله أتذكر والله أبو عدنان لما قلت له أبو عدنان شفت لقاء أحمد جوهر في الوطن، لما قال إحنا لما الحين إحنا ما عندنا مطلقات على أيام أول بالأربعينات والخمسينات والستينات، المطلقات يا أحمد موجودة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالكلام مو منطقي، فأذكر ويقول لا إحنا ما انتحجت كذي. أذكر والله أبو عدنان الله يرحمه قال يا أحمد جوهر يتحجى وهو خوالة لم الحين يون من إيران على لنج، خلي تحج، قال خلي أمه تحج كويتي صح. قلت له أنت شايف أم الله بذاك الوقت كانت عايشة الله يرحمها وغمد روحها لينا، قال لي إيه شايف. وأنا توسطت له عشان يدش المعهد العالي للفنون المسرحية وهو نجف جمال. فيعني أنت تكلمت بكل الخلافات، ليش نسينا خلافك مع طارق؟ واو في القبس. لما عندي يا لما الحين تبين انشره ما عندي انشره، أدز لك يا واتساب حاضر عيوني. لما أنت اختلفت مع طارق العلي عشان ما يبي يشتغل وياك، الرجل ارتفع أجره، أنت المنتج يبي سعر أعلى. فأنت قلت له أنا أتذكر تصريحك، أنا أهلي فلان وعلان، خلي يقول لنا طارق العلي من أهله. طارق طلع قال أنا كل الكويت أهلي، أعطاك. فالناس تتكلم بمشاكله وبعدين يقول لك أنت المفروض ما تتكلم، زين شلون؟ يعني أنت تقول كلام يدش بالمخ. لا بس شو رأيكم اليوم باللوك؟
مريم السبهان الشعر والمكياج جوري سبا بدعوا اليوم. ف الفنانين هم يفتحون الموضوع وبعدين اذا انت استخدمته يقول لك ما لك عقيدة تتكلم فيه. لا ما هو التاريخ ما بيرحمش الصراحة، التاريخ ما يرحم احد. في اشياء تسقط من الذاكرة لكن في اشياء تظل عالقة بالذاكرة. انت كان مشكلتك احمد جوهر ان انت اعتزلت المسرح، اعتزلت او هو اعتزلك. حتى شفت انا ذاك المره ما شفت خلافك مع فهد العليوه. تبيني اقول لك شيء؟ فهد العليوه سكتك. وانت بس انا اختلف معاه في نقطه انه يقول ان انت ما قدمت شيء للدراما، لا كمؤلف صحيح. انت اقوى اعمالك طش ورش للحين عايش ودلق سهيل الجزء الاول والثاني نسيته حبيبي. اي هذه لزمتك كانت. ف واختلفت اياميها مع مهندسة الديكور يسرى العليوي ومع علي حسين، كل واحد يتكلم، ومريم الصالح. وبعدين يقول لكم لا تتكلمون. شلون ما نتكلم؟ يسوفها. الحين يطلع يقول لك لا اي انا والله العظيم كنت فضيت نفسي في رمضان. ابي اشوف مسلسل القوي دينار نصيب مختار. واو. اسم كده. اسم كده. أنا سمعت إن من كثر الشراية اللي يبونه في ما لقوا قناة يعرضون فيها. يلا الواحد يقول شنو يعيش ويشوف. أوكي نطلع فاصل ونرجع مع كشف حساب، مواضيع وايد ساخنة. الحين بنتكلم عن مسلسل وايد شغل بال المتابعين والمشاهدين في رمضان، وهو مسلسل لا موسيقى بالأحمدي. طبعا هو نفس الشركة وتقريبا نفس الطاقم مال كحل اسود، كان المفروض يتسوى السنة اللي طافت لكن تأجل لعدة اسباب. المنتج طبعا عبد الله السيف مع محمد دحام. الرؤية الإخراجية والصورة اللي قدمها محمد دحام غطت على وايد من عيوب لا موسيقى في الأحمدي. النص أول شيء ضعيف لو قارناه بالعمل اللي قبله حق منى الشمري الكاتبة وهو كحل أسود، ثقيل هذاك في أحداث للستار. النص ضعيف لكن كحل أسود كان أقوى، شالوه من ناحية شنو الرؤية البصرية التصوير اللي سواه محمد دحام في اشتغل على التفاصيل. دائما دحام يفرق عن غيره بانه شنو انه يعطيك تفاصيل مختلفه عن اي مخرج. هناك كثيرين من المخرجين يحاولون يقلدونه لكن ما يقدرون يصلون لنتيجه. عفوا انزين اهم شخص في المسلسل كان جاسم النبهان حضيضان لي ودي الماسك، حتى لما مات في الحلقة 30 بين في الحشاشة مالت العمل كله على سوري كله على عبء البيت هذا كله على كاهلة. فوز الشطي أقنعتنا أن هي مرأة كانت في 40 وثم الخمسينات لأنه المكياج لعب دور أقنعنا. ترى مو شرط واحدة عمرها 50 لازم تكون خرجة،
ما ادري المسلسلات الضاربه اللي دائما 50 لازم نتكاحل، نفس مسلسل درفه نطلعهم مومياء. هذا فرق مناف عبدال عن دحام. فوز الشطي اقنع المرأة اللي موافقة أن يكون لها ذرة وأن تتحمل رغم كل شيء، وحتى عيال زوجها من امرأة أخرى يحبونها. شخصية المسالمة. علي كاكولي فنان خطير، هذا احنا يعني متجاوزين هذه المرحلة، لكن أنا ما أقنعني في شغلة. إيش حق مغمج لونك؟ طالع لونك مو أسمر، رصاصي. يعني على أساس إنك عماني جنسية وهم فيهم سمر، أنا والله شايفة في عمانيات جميلات بيض أكثر مني. ما أقنعتني فقط في حكاية درجة السمرة مالتك. يعني أبوك اللي طالع في المسلسل الفنان العماني كان اللي شقى صج المفروض يكون أكثر منك سمرة. شيماء سليمان وجه سيبقى في الدراما الكويتية. شيماء احنا من زمان هي متشبثة بالمسرح، واحنا قاعد نقنعها صار لنا من كذا سنة يا عمي مسلسل زين يوصل كل مكان تصورين. ما كانت مقتنعة، المهم اقتحمت من خلال مخرج محترم اسمه محمد دحام. عبدالله السيف عنده مشكلة، أنا عبد الحسين كيوت جديد ما في، وعندك مشاهد خادشة عبدالله السيف. يعني ندري إنك دون جوان وعلاقاتك مع البنات، يعني شنو بتكون؟ مو محتاجين جدا لمشهد اللي هو قاعد فيه بالفندق لابس الروب والبنية قاعد تضحك فوق بالسرير الدور الأول. يعني أعتقد هو بجميع ال11 شهر عيب خادش المشهد هذا، يعني مو إثبات مرجلة بخدش الحياة، وقاعدين عرض برمضان يعني أنت تدري. أنا ما أدري ليش ما شالوه. أنا أتذكر والله في سنة من السنوات 2006 يعني أو بداية الألفينيات في رمضان طلعوا سووا مسلسلات في مصر حق إلهام شاهين وليلى علوي ومشاهد اغتصابات ودنيا مصر اللي أكثر حرية منه إعلاميا، ووقفت المسلسلات هاي، قال لي تغير عرضها ينزل بعد الفطور. شنو الناس ما لها ذنب؟ أوكي. جاسم النبهان هو اللي ماسك العمل، فاطمة الطباخ رجعة موفقة. في كلمة أغنية حق خالد الشيخ، حبيبك اللي تحبه يا ولد يود عليه، يودي أنت عليه، يودي على فاطمة على التمثيل. أنت فنانة ماخذة جوائز من مسرحيات مهرجانات، انت اليوم مفروض تكونين في مساحه ثانيه. هو التشتت، ادري ان مرت عليك ظروف كانت سيئه والله يعينك، عدم استقرار، اب توفى، تدرسين. ركزي، انت الحين نجحتي في لا موسيقى في الاحمدي والحين عند جمان، لا نشوف مقطع من فاطمة الطباخ. تحياتنا طبعا اكيد حق الفنان الكبير جاسم النبهان، هو كانت العظمة ما تلعمل حلقة نصها ما طلع فقدناه. حضيضان اليودي اللي زين مع كل الناس، اللي عنده الوصفة السحرية لأي مشكلة،
لأي خلاف لأي أزمة، حتى لو أحفاده صيع وقاعدين يلعبون بنات خلق الله ويواعدونهم عند النتيجة، عارف شلون؟ عارف حفيده غلطان مو مضبوط، يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذه نوعية موجودة موجودة، يحب الناس كلها بس عند النسب لا تناسبني ولا ناسبك. الثوب رجع حلاته رجعته منه وفيه، يوقف مع الكل. دور جبار حق جاسم النبهان. جاسم النبهان فنان أسطوري، أنا دائما أضر له على أنه فنان أسطوري جاسم، لكن مو نجم. تدرون شنو؟ نفس لما غاب نص حلقة عن لا موسيقى في الأحمدي، حسينا إنه في شيء أوكي بس ممكن يكمل من غيره عادي. نرجع نقول فاطمة الطباخ حبيبك اللي تحبه يا ولد، يود عليه يود على التمثيل، مو يوم أدروح أدرس نقد، يوم أسافر، يوم أرد، يوم تقطعين. أنت فنانة من طراز راقي، وحتى أنت أمانة على الصعيد الشخصي أنا لي علاقة فيه جدا محترمة. أنا لما طلعت ب2000 يمكن في ناس تعرف يمكن في ناس ما تعرف، أنا لما طلعت في 2011 من عناية مركزة بعد 3 شهور أنا قعدت أسبوعين عندش بالبيت بسلوى، وسويتي لي كورس كورس تسمين. أول مرة كنت أتعرض حق شو اسمه كورس تسمين وجبات، حطيتي لي 6 وجبات إنه لازم أنا آكلهم. وأمانة أعترف إنه بعد أسبوعين من الوجبات هاي 6 وجبات اللي انت سويتي لي اياها باليوم قدرت اروح وارد واشتغل، وكنت انام عندك اسبوعين. فانت اساسا صاحبه فضل، وانت فنانه ترى ممتازه مو محتاجه الجوائز اللي عندك اياها بالبيت، كفيله انها تعرب عن هذا الموضوع. لا توقفين، لما توقفين لاي سبب من غير ما تثبتين اقدامك راح يجي غيرك. وبعدين يقولوا انت ما تحبون الكويتيات، زين الكويتيات شوي يصيرون صبورات. انا دائما عندي الكويتي ثم الخليجي ثم العربي، لاحقين على كل شيء. نور الكويتيه، نور انا وايد اعزها، فنانه من طراز قوي، بس شنو مشكلتها؟ تسوي لا موسيقى في الأحمدي و كحل أسود وتسوي موضي قطع من ذهب وتروح تسوي تعب تراضيك. هذا تعب تراضيك جريمة، جريمة في حق الممثلين اللي اشتغلوا فيه، والله يعني عيب فنانين بهالحجم وهالنجومية وهال ما وزهرة عرفات حاكي اقول انت يعني قاصدك تشتغلين عمل نفسه؟ العيب الاخراج، زين اوكي انت عارفين مناف شنو خبرته ولي وين؟ على قولتهم احنا في كلمه نقولها بالكويتي هذا حد يوشه ما يقدر. وبتحكي عن الدرفه. فامانه نور مشكلتها تاخذ عمل سيء وتروح تاخذ عملين ممتازين، تجيب موسم تصير هي النجمه اللي هي، تروح تسوي مسلسل اعوذ بالله اعوذ بالله. غيره وايد في اشياء، فحرام لازم شويه يعني كحل اسود يعني دور ثقيل. شون يعني شون هان عليك تسوينه مع عمل ضعيف؟ زين فاطمة الطباخ أنا ما تحكي ياخذ الدور كوثرو أم الأشار. الدور هذا أول ما انعرض على ميس قمر،
والسالفه ما كانت مقنعه صراحه، ان عراقيه تتحجى ايراني او تقط بدليات يعني مو ماشيه. بعدين يا عبد الله التركماني سوى بروفا، سوى من خلال المكياج مره ايرانيه متينه مربربه، بس ذيك الايام كان فيها سالفه ان شو اسمه ان ممنوع التشبه بالنساء، الحين فتحوها عادي. مو هو في مثل حلو مصري يقول لك يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل، يعني يا تساوينا بالكل، مو واحد يسوي واحد ما يسوي، ما يصير. يعني ما يصير ممثلين درجة ثالثة ورابعة يمثلون يقضون أدوار نسائية وعبد الناصر درويش ما يسوي دور، يعني الإغراء في عبد الناصر درويش مثل لما يسوي مرة. صار بعدين رسى على الدور على فاطمة الطباخ وسوته بجدارة. كوكي، أنا دائما أسميها فاطمة كوكي، فعلا هي الطباخ وفعلا الطباخ. أحلى أكل في الدنيا طبخ فاطمة الطباخ الصراحة. والله أنا لو بقرر أسوي شيء بسوي مطعم من ببصمات فاطمة الطباخ. إنزين، عبد العزيز مندني قاعد ياخذ خطوات وايد حلوة، دوره كان قصير لكن ممثل فوق الجيد. إنزين، إيمان الحسيني نجمة ثقيلة جاية، خلال الأعمال جاية راح تخرع. إيمان كانت أول ما طلعت كانت تهتم بشكلها، الحين قاعد تختار الجوهر قبل المظهر. نرجع عبد الله السيف، عبد الله السيف لازم تتمرد على سالفة حكاية أنا المنتج وأنا المز وأنا ندري إنك حلو، خلاص يعني عديها، وزنك زايد. الفنان غلط وزنه يزيد. شوف الفنانين في الأفلام الأمريكية، أفلام عربية، لبنان، أنت ما وصلت سن شو اسمه مثلا إبراهيم الصلال أو محمد المنصور أو ما يعني، بعد لسه الدبة هذه بعد الزند مو حلو. أول على ذيك الأيام كانوا كذي مسحوتين. وطلع من حكاية إن أنا المز خليفة عبد الحسين، يعني خلاص. على فكرة أنت أجمل من عبد الحسين شكلا، لكن مضمونا عبد الحسين لن يأتي مثله، حتى بموهبته، موهبة وذكاء. عبد الحسين عنده ذكاء خطير. عبد الحسين ما تعرف، ما يكرر خطواته، سوى التنديل تراثي يروح شو يسوي؟ يسوي الحب الكبير، بغض النظر ان المسلسل فيه نجوم هم كثيرة والعمل أعوذ بالله. أنا الحب الكبير أمانة أتأزم لما أشوفه. فنانين وايد يعني شجون، فاطمة الصفي، بوثينة، أحمد السلمان، إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي إنسان هد الفنان. أنا إبراهيم جداً 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 يخجلني هذا الرجل بأخلاقه. كان يتصل فيني باليوم أكثر من مرة يطمئن على صحة أم عثمان السيدة فجر السعيد. شلون مي وإحنا ريايل ما نقدر نروح يعني، وهي يعني مو بوعيها. قلت لي سؤالك يكفي إبراهيم. قال لي في عيش وملح، واشتغلنا ونجحنا وسوينا مسلسلات، وهي فرقت وسوت وطلعت، اليوم مو أنا صنعت نجومية كثيرين. قلت له والله كل واحد كل إناء بما فيه ينضح، أنت
وعائك وفى فأنت تسأل عنها، تسأل عنها، هذا طيب. كذلك حياة الفهد، كذلك حياة يمكن مرتين تكلمني، بس ما أقدر، في شيء ما أقدر أقوله، مو كل شيء ينقال، لأن أول وتالي هذه خصوصية المريض، وأنا مذايقتها وشايفة. أنا وين؟ أنا ب 2011 لما دشيت العناية، ليلى أحمد صراحة ما حللها، كل يعني عندي مقدرة، بس ليلى ليش ما أحللها؟ نزلت وأنا في العناية المركزة أن أنا ميتة إكلينيكياً في مستشفى مبارك، أيام ما كانت تكتب في الراي، الله لا يعيدها من أيام، كتبت الموضوع هي رئيسة الصفحة الفنية، وقالت أن أنا ميتة إكلينيكياً ومستشفى مبارك يتسترون على الجثة، وأن أنا ماخذة مرض وراثي من أمي. إذا أنا أمي ميتة الله يرحمها في خطأ طبي، بسأل سؤال شلون خذيت منها مرض؟ بفهم خطأ طبي ما... هذا نرجع لكل بكل بكل كل إناء ينضح بما فيه. فيعني نرجع يعني، فأنت يبي لك عبد الله السيف تهتم شوية، يصير عندك أسلوب حياة، تضعف بعدك شباب، هذا أنت بعد ما تزوجت لما الحين مربرب الكيلو في الشاشة يبين أربعة، أنت فنان، وحتى لو أنت فنان مستحلي نفسك وشايف نفسك أنا المز، هم هذا يقلل من المزازة بالنسبة لك. أوكي أوكي، أرجع وأقول إن كحل أسود وايد أقوى من لا موسيقى بالأحمدي، ومو كل عمل روائي ناجح روائيا لذا تحول إلى تلفزيون يكسر دنيا. صورة لو مخرج ثاني بنفس الكاست صدقوني ولا شيء. عبد الله الرميان عكش سوى دور وايد حلو، وايد حلو، انفردت له مساحة زينة، وعبد الله ممثل وايد جيد، حتى كوميديان، كوميديان لم الحين لم يستثمر، أنا والله استانس عليه لما أروح موجب. موظفة محمد الحملي بشكل زين في موجب، يعني وين عبد الله الرميان من ثمن عمره يمثل، الحين أخذ دور وايد حلو عكش. انتصار الشراح أنا صراحة عجزت أفهمها، انتصار تي سيزن تختار أعمال كل واحد يقول الزود عندي، ومرات تحس شكره كروته عشان الفلوس، مو عيب ان الانسان يبي فلوس، الحين انا قاعد وياك وقاعد اخذ فلوس، بس في ترى على فكره انت تقدر تسوي شيء حلو وتاخذ فلوس، وتقدر تسوي شيء مو حلو وتاخذ فلوس، فليش تاخذ فلوس على شيء مو حلو ما يقعد برشيفك؟ حطه بشيء وايد احسن. ومرات اختيارات انتصار تكون مو موفقه نهائيا، حتى مسرح بالغلط ما ادري شنو يعني. نحن نتحكي الحلقه الجايه ان شاء الله عن الديرفه، راح نتحكي عن الديرفه، درفة مأساة، مو لغلوغ كبير لا والله، مشكلة كبير درفة. يعني أنا أستغرب، وراح نتكلم عنه من ناحية الديكور، ناحية الديكورات اللي
راح نتحكى فيه بشكل واخراج، اخراج يا مصيبته. علياء الكاظمي كاسم روائية ثقيلة. شيلوا مناف عبدال، يبوا غيره، يبوا منير الزعبوي. شوفوا الدرف وشان صاير. مناف عبدال انت اختيار اول شيء الدرفه مفروض اثنين اصغر من حسين المهدي وبوثين الرئيسي، اشكره مبينين ثلاثينات، اشكره مبين ثلاثينات. وعلى ايام اول العيال يتزوجون مبكر 14 15 سنه 17 سنه يتزوجون، شنو بياخذ غرفه نفسها غرفته اللي هذا بس تنضاف فيها مره يتزوجها ويجيب منها عيال يقعدون في نفس الغرفه بيت الابو، هذا الحياه قبل. ويايب اسمهان توفيق ويايب هيفاء عادل، انت جايبهم اوريدي كبار بالسن، يعني مفروض اثنين اصغر هم يعني من اسمهان، ومن انت لما كبرتهم زياده هيفاء عادل واسمهان طالعين مومياء، فرق عن شوف فوز الشطي في لا موسيقى في الاحمدي اقنعتنا 50 سنة. مخرج، مخرج يعرف يحرك ممثل، يعرف يعيش الممثل، بس في مخرج قدرته ضعيفه، في مخرج يعني شيء وايد ضعيف، في واحد قوي في واحد ضعيف. والاثنين عندكم تجارب تمثيليه سابقه سواء محمد دحام او مناف عبدال ما حققتوا النجوميه من خلال التمثيل والحمد لله. اليوم انت محمد اسمك من اهم الاسامي كمخرج، انت المخرج الوحيد الستار، مو معنى ان انت ما عندك اعمال، عندك اعمال سيئه للستار، بس انت نوعيتك زينك يغطي على شينك، يعني انت الحين تنجح في كحل اسود انت مسوي مصيبه قبلها. غصون يعني كروته اخر ايقاع المسلسل في اول الحلقات شيء، وبعد ال 15 شوف شلون الركضه، ما في شخصيات تروح شخصيات، يعني وين دور المخرج؟ انه يقعد مع المؤلف ويقعد يضبط، وانه مو منطقي مثلا الشخص هذا اختفى. شيء متعب. زين احنا عندنا فقره اسمها شنو؟ سبوت لايت. سبوت لايت هذه نحطها حق فنان اختفى وكان في فتره نجم. نسأل وينه؟ خصوصا إذا فنان سوري له نجومية وصوت وإبداع و و و و و نفس الفنان السوري علي الديك. علي الديك شعشع بالتسعينات مع أغنية سمرة وانا الحصودي، خصوصا لما غناها ملحم زين في ستار أكاديمي، راح أعاد غنى مرة ثانية على الديك سمرة وانا الحصودي وأغاني مات فلاحين فلح. بعدين شنو صار؟ راح سوى أغنية اللي كسرت الدنيا علوش، اللي يبونه يقوم والله يلعن أبو الفقر، كسرت الدنيا، ما في مكان في اف ام ما ولا تلفزيون ما كان يعرض باليوم 20 30 مرة علي الديك علوش. يوم اختفى. على فكرة يمتلك خفة دم وحضور رهيب علي الديك. علي الديك انا التقيت فيه باواخر التسعينات، سويت له لقاء في اف ام الكويت كان اعدادي، وكان تقديم المذيع سودابة علي. الرجل كان مرح جدا، وكان عنده مشكلة، كان عنده صاير له حادث وما يمشي على ريوله،
عنده جايب اثنين سوريين معه يشيلونه من الكرسي مال الاف ام يطلعونه برا. جينا وسوينا اللقاء، يمكن افكر الاقيه وانزله على اليوتيوب عندي في قناتي. فالسؤال وينه؟ هناك كثيرين من فنانين سوريا، وينهم؟ في منهم مستمر، يعني معودين ساريا السواس استمرت. فوينه؟ خلنا نتذكره ونحط علوش، والناس تتذكر علوش اللي مو راضي يفيق. يلا فرفشتوا مع الديك، صوت عجيب. بتحكي عن شيء انا شفته بالسوشيال ميديا وسكت، مع انه مو كمان مو عاجبني. قمت من النوم لقيت مسج من زهرة عرفات تقول ان حلمان انا طاقتها بالرصاص. ما ردت. خرافات، نفس كثير من الخرافات اللي قاعد تشوفها. أتروح أتفاجئ ولا ألاقي زهرة منزلة سناب تتكلم فيه أنا حلمت أن مي العيدان طاقتني بالرصاص. يعني أنا بسأل سؤال، المادة هذه وايد مهمة حق المتابع أو أنت قاعد تحاولين يعني تلاقي لك موضوع؟ لان احنا كل يوم نحلم، يعني ما طلعنا مسكنا سناب. انا قبل 10 ايام حلمان انه جاي لي الكانسر، طلعت مسكت التليفون قلت واو ترى انا حلمت من 10 ايام ان انا جاي بيلي كانسر. شنو يعني؟ نفسي افهم. ما افهم شنو فنان يطلع يقول انا اعلامي صديق حلمت إنه طاقني بالرصاص. ليش بايقة مني شيء؟ باخذة مني شيء؟ متهاوشين على شيء؟ يعني أنا أطالع زهرة عرفات على إنه أرقى من مهاترات لمجرد تواجد على السوشيال ميديا. أنا أتغاضى لأن أساساً نفسيتي كانت تعبانة الفترة اللي طافت من شهر 7. فمو فايقة، في ناس قاعد تستغل ان حكاية نفسيتها متضايقة ما لها خلق ما ادري شنو، يلا خلنا نتحرش فيها. وايد اشياء ترى انا ما تحكيت فيها. يلا الله يسهل. واحد شي يقول اوف 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 هالحفلة الحلوة اللي سويتيها، دموع تحسين في الكويت هالنار. قلت له يحيى بدعتي والله اصيل، مو اصيل، دموع تحسين. واو صدقين ميته، ابي اوصل للستايل مالك. حسيت نفسي ضعفت وايد، ابي ارد مربربه كذي نفسك، ستايل المربع هذا الدائري. والله اللي يعرف شلون والستايل مالها مال الحفله، واو خاطر اسوي كذي يعني لوك، شوف شلون شكلي بيطلع. الكويت تحتضن الغريب والبعيد والزين والموزين والطيب والوحش. احنا نشوف بس يعني ستايلك بس شويه يعني تكفين دموع. اوكي أنا ميتة على وزنك صراحة، إنه يصير وزني نفس وزنك واو. بس شو اسمه؟ هذا مو لبس حفلة. أنتِ مو رايحة تقدمين حفلة يعني أو قاعدة تغنين في مطعم في الأردن. بتروحين مطعم حتى والله اللبس اللي أنتِ لابسته مو مال المطعم صراحة. جيتي الكويت ما عندك كلمي لنا اوف احنا
خدام لقدام حق الضيف. عندنا كثير من المصممات يعرضون عليك صدق ان وزنك ياخذ وقت عشان يقول لك موضوع مناسب فستان مناسب، بس اكيد حتكون احلى من اللبس اللي انت لبستيه. عارفه عندك حفله. اوكي اوكي. لما هني خلصنا حلقتنا اليوم من كشف حساب، اتمنى ان قدمت حلقه موفقه. احب اشكر صالون مريم سبهان على اللوك مال الشعر والميك اب جوري سبا. تصبحون على خير ونشوفكم بحلقات قادمه من كشف حساب.